أنا ماريا بنت إياد الحسن القائد. أنا بحبه كتير وأنا قوية كتير، أقوى من كل اليهود. هم اليهود فرحانين عشان عشان ماما وبابا، هم بيفكروا إنهم مبسوطين كتير. هم هاي بابا هو طلبها ونالها، هيا مبسوط كتير هلأ بالجنة. وأنت لما تروحوا على النار خليكوا الدوبة، مش خايفة منكم لأنكم أنت جبنة. لو من غير سلاحاتكم لكان هلأ أنت هيك مستواك كتير واطي. انتو بتعرفوش ايش معنى اصلا الله. يعني احنا حنصلي بالقدس، وبابا هلا شهيد، واحنا حنصير اقوى وراح نصلي بالقدس وراح نقصف وراح نضلنا نقصفكم ونحاربكم لحد لما نحرر ارضنا، لانه هاي ارضنا ولازم نتمسك فيها. وانت ما راح تخليكم فيها، واذا لمسوا بس حجرة منها احنا راح نموتكم.